هلا أبوي، هلا علي، الحمد لله يسرك الحال. ها الحين بتيني زين، تعرف أنا وين داري؟ إيه عند الخبازات. يلا نزين ترياك. تعوني يا رقية، تعوني تلاحقيني. شو صاير؟ شو بنات؟ شقى بعد شو صاير؟ طم شي ها، شرخ تليفونات من الصبح. ولد اختي مطفر بيت الطفير، اول نقوم يدوري لي على عروس وانا ما اعرف حد. يا حليله، البنات مزرعه البلاد. مزرعه البلاد؟ شي تحديني انا من بيت لبيت؟ انا زين بعد يوم اجي بيتكم. زين شو المواصفات اللي يبغاها؟ والله ما سالته. كي ما تسالينه؟ شو بلاش؟ لازم تعرفين شو اللي في خاطره. بيضه، سمره، طويله، قصيره، تشتغل ما تشتغل، ايه من هالاشياء. الله اكبر، تبيني انا اسالك هالسؤالات؟ يوم بتشوفين انت سالي بروحك، ما فيني انا على الصدعه. هي ها. انا اللي بساله. ها هي. عندك اياه؟ يلا قومي يلا. عندك شيء انت؟ لا ما عندي شيء. قومي راويني. خلينا نفكر. يلا امشي بوي، سيري. يلا ركضي قبل ما يلا. يلا سايله يلا. انا ابغي اعرف انت ايش حقك بين هالدفتر؟ شو عندك؟ يلسي وعن الهذره. يلا سمعي، اباك تسجلين كل الاسامي اللي تخطر على بالي وبالك من البنات اللي نعرفهم، ايه المزايين الحلوين المتعلمات اللي دارسين الجامعه بس ما يشتغلون، عشان نلاقي لهم معرس. تي بتشتغلين خطابه؟ تحيدينها عوش ربيعتي؟ ايه يا حليلها، بتزوج ولد اختها وتباني اخطب لها، تبيني اساعدها. زين عاد كم بتعطيك؟ عيب ربيعتي، اقول لك ما باخذ عنها شيء. عيب؟ دوتتي يقول لك مرزوقه هاي الخطابه اذا سارت وخطبت يعطونها مره اربعه مره سته، ولا اذا المعرس عيبت العروس فعلها زيادة. ايه انا يا حليلي ما اعرف، بنتهي اللي قالت لي. بالاول خلينا نلقى العروس وبعدين نتكلم بالفلوس. ابغيك انت وياي شاد الظهر فيك. العين انت الله يهديك يا ابو سالم، ما لقيت غيري انا تبني عند جابر الشبر هذا رياله وعشان اخاف منه. الحين تخاف منه؟ انا وياك من زمان على الحلوه المره، جايب منك عون يصير علي فرعون. يلا يلا يلا. لا ما فرعون، بس انت جاي مني عند الفرعون. الله يخليك، ادري خليني اروع له. خليني اروع سليمان. سليمان ابك تشد، ابك اشد ظهري. لا من راعي ظهري انكسر ياخذني اروع عنك. لا ما عندك سليمان. حسبي الله عليك ان شاء الله. حيا الله بيادر، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. خير؟ لا يكون بعد مثل كل مرة جايب جماعتك وتبى تتضارب. بلا لا حساس، راحت من سنين خلاص انتهيت. أقول أنا ولهت عليك وولهت على سيرة البحر وياك الله يهداك. إيه يا أبو سالم، أيام الشباب ولت، أحس وينا مثل العيايز، نشرح على بعض من بعيد لين بعيد. كلنا بياخذ نصيبه بهذه الدنيا يا عبر، والكبر زينه وحكمه ووقار، وبعدين الواحد اللي من الكبر محتاج له انيس ونيس. ابو سالم هيجت ناس اليوف، هيجتني تهيج. صدق يا ابو سالم، السالفه هاي صار لها شهور وهي تطري على البال. انا هالسالفه صار لي سنين حارمتني من النوم. والله يا يابر ان الوحده تذبح يا اخوك. زين يوم الوحده تذبح شي ما تدق صدرك وتعرس؟ انا هذا اللي جاي عشانه. اي نعم صراحه، انا كل من برا مسك صراحه اتردد، خايف انك تردني. الحين انا عرفت ليش جيتك هاي. تصدق يا ابو سالم، انا من زمان ارتي جيتك هاي علشان انت وتشجعني شوي، تعطيني حماس. انا بروحي بحد يشجعني الله هداك. اقول خير البر عاجله. شو رايك الخميس الجاي
عشان يشاور العيال بمرة. لا لا تقول لهم، إذا شاورت العيال بيخربون عليك كل شيء. خلاص خلني على رايك، بنخليها سكيت عين. إيه أبو سالم، بس عاد أنا تعرف لازم أقول حق أم سعيد، ما أقدر أشج خيط فبرة بدون ما أقول لها. ولو إني متأكد وعارف من ردها، لكن حقك هي نعم، والمشهورة من حقها هي نعم. أي لن أبوي، توكل على الله، مثل ما قلت خير البر عاجل أبوي. جزاك الله خير يا عمر، ما قصرت، الله يبارك في عمرك دخيلك. جزاك الله خير، مشكور، ما قصرت يا الغالي. يا الله يا الله، الحمد لله لك رب. بيتي. هلا هلا مرشه، ايش حالك؟ شلونك؟ ايش حال العيال؟ كلكم زينين؟ شلون رشه؟ بعدها منتفخه متورمه؟ يا بنت الحلال خلي تسوي رجيم. لا تغشمر معاك، لا تخلينها تسوي رجيم، باكر لياعت بتاكلكم. لا لا تغشمر تغشمر، سمعيني زين. أم رشا سلمت الله، أبي صورة حق بنتك رشا، صورة حلوة كذي، ويا ليت تكون على صوب. إيه عشان لا تبين يعني كذي متورمة. إيه ولد رفيشتي يبي تزوج، وقلت خلنا خطب بنتك عشان تفتكون منها ومن مخاصيرها. وشو عرست وما عزمتونا؟ مالت عليك يا جليلة الحياة اللي ما تعرفين السنة، ليش ما تعزمونا؟ ليش احنا مو قدكم ولا مكفو؟ مالت عليك، زين اللي عرستي بنتش لطيح بشبدك، هالبنت هذه لو مسميتها رشا هالفيله. وح ما يلا بسرا يلا مسميتها رشا، ما تعرف شنو معنى الاسم هذا، رشا رشا غزال، ورشا هذه هالمتينه هالفيله ما نبيها. خلنا نشوف غيرها. ايه بابا سود، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين انت؟ انا من زمان دور انت. حق شو تدورني؟ بوي حساب، وما عندي بيزات حق الحساب، راس مالي ريال واحد تباخذه. ما يريد فلوس، ما يريد فلوس، لشان انت ما في مشكل. دام انك عايل ما تبغي فلوس، شو تبغي؟ انا يسمع ماما، مال انت سوي عروس لشان النفرات. وانت شو يخصك امي الحين تسوي معاريس ولا معاريس؟ ليك كنت بتعرس؟ انا يريد عروس. والاركين اللي داخل البلاد شو بسوي به؟ ما في مشكل، واحد منك واحد مني واحد هناك، ما في مشكله. شعر زين، بس ما تاخذ فلوس؟ انا يسمع ماما رقيه ياخذ 4000 مال واحد نفر. انا اسوي ترتيب مني سوي كلام ماما، سوي ديسكونت ان شاء الله. زين أنا بكلم ماما مال، أنا بخليها تسوي لك ديسكاونت إن شاء الله. بس عبد القادر أنا عندي طلب. قول على عيون ولا أنا داخل إيد ولا أنت؟ ما بعيونك، خص الله العيون. اسمعني زين، أبا مكسلف 30,000 درهم. هو تبرع 30,000، 100, 200, 500,000 ما في مشكل، 300,000 مشكل. عيل توا عندك فلوس حق العرس؟ بابا سعيد أنا كل عرس سوي جمع 10,000. أي والله عراسكم أنتوا هناك بال5,000 وال10,000، مو بهني بال100 وال200. الله كريم، يلا ندوك. بابا سعيد ما ينسى سوي كلام ماما، سوي له سوي ديسكونت إن شاء الله. زين يصير خير. تعزم مجنون، 30,000 واحد مرة. ها قول، ارمس، بشر، نقول مبروك. مبروك يوم بنوصل مطار بمبي هناك، قول لي مبروك وبقول لك مبروك. بمبي اللي يكون رقيه وافقت اني يكون شهر العسل هناك، ما عليه، ما عندي خلاف، كله واحد. انت شكلك اظني تقبلت، ولا على وشك انك تتقبل. بعدين رقيه شو لاخص في الموضوع؟ الله هداك يا ابوي، اسمع
العرس ها ما يبالي كل هالمخاطير هذه، كلها 10 أيام أسبوعين ورادين أنا وأنت نتمخطر بهم. هالكيه ما لها خص، أنت عن شو ترمس؟ لا يكون أنك غيرت رأيك وما بتصير. ترى أنا خبرت رقيه أن بنصير بمبي علشان نعرس، كلهم وافقوا قالوا الله يسهل عليكم بالمبارك. أي بمبي وأي عرس وأي سفر، أنت عفست علي الدنيا عفاس، يكون الحين رقيه زعلت علي. زعلت علي بعدين أنت شو لك خص رقيه؟ أنا بعرف شو لك خص. يابر قوم روح عني الحين، قوم وما بأسمع حسك مولية، زول عني. أفا وبمبي والعرس؟ ما بعرس ولا ببمبي، قوم أقول لك قوم، زول عني روح. لا بالله إنك تخبلت، أظني جني راكب على راسك. اسمع يا أبو سالم، إذا ما بتصابر هاك الدرب، أنا مني واحد ساير بمبي ومعرس وما بإذني ماي بتي. حياك الله بوي، ما بتي زول يعلك ماي تم هنا يالس في هالقهوة هاي، قش البعوض عن وجهك وروخ هالقطاوة هذا الكراس ألعن عن راس. والله العظيم ويعلهم يروغونك من الطيارة من فوق وهي في الهوى، قول آمين. حسبي الله عليك. بقوم أصلح اللي خربته. أربلك الله من يابر. إيه أنا ما أدري ليش مسوين لعمرهم تليفونات ودومها مغلقة، خلنا أشوف غيرها. يلا تلين قلبها يلا. أدقوا على الأبواب وكل حاجة لعلي أراه أو أرى من يراهم. زين يقلنا زين. مسحي بلاش تسدين الباب وجهي، بغيت أكلمك. ما بيني وبينك كلام. يلا 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 صير. يا بنت الحلال اللي صار مو بصحيح، وبعدين يابر فهمني غلط. يابر ما فهمك غلط، يابر كشفك لي. سير يبا هناك الهند اخذ لك حرمة. الحين يابر كشفني لك ولا انا دومني كتاب مفتوح حقك؟ الله يهداك، انت الحين ما تدرين غلاتك في قلبك كثر. والشاعر شو يقول؟ الشاعر يقول لو كان في وسط المعاليج عكاس لشفت شخصك داخل الروح يا ليس. والله وبعدين يابر انا سايل حقه عشان اخطبك، هو اللي فسر طلبي على كيفه. اقول انت يا ابو سالم نيتك مو بصافيه. ايه تسنين وبنين اثارك تقص علي. الله اكبر، يا كبرها عند الله. يعني انا نيتي مو بصافيه ولا انت؟ يوم ايش تقولي يا ابو سالم خلي العيال يكبرون وانا صابر، يا ابو سالم اصبر لما العيال يعرسون وانا صابر، لان الصبر مل من صبري. ولا نسيتي؟ المفروض انت ما تسمع كلامي. ايه انا حرمه، يعني بقول لك تعال اخطبني. يا بنت الحلال خلينا نتفاهم. ما بين نتفاهم، سيري هناك الهند عند قوم بابو وميري، اخذ لك واحدة هناك خلي ينفعونك. يلا 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 يلا. يا تولى بعدها ما يجي أرباب، ما يجي يا ابوي. طالع عدل طالع عدل، هذا وقت حبتي أرباب. أنا 566 مرة أنا أشوف ما يجي ما يجي، هذا يجي أنا خبر. أنت لا تخبرني قبل ما تي، يكون أسد إحنا في السكة قدامها أقول يا تدوسيني يا تأخذيني اليوم. ممكن ماما سيد زالان، بعدين شو سوي؟ دوس أنت وأبو كلبو، وبعدين شو سوي بعمر يا قاستني؟ مسعيد هري حتى مسعيد 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 روحت مسعيد مسعيد هكي روحت يا الخدية. ما يشوف أرباب ما يشوف. أنا العمى شميت ريحة حتى وعرفت قبل كان خدي. سوري سوري يا رباب سوري سوري سوري. زين كذا الحين روحت زين؟ آخ روحت وخلتني أون ونتي ونت من إباري في زمان القيض وأرشلة أرشلة والريول كلها خاري خاري الدين يقطر راس الله من الحرقة، بقوم بكفخ بشكاري يوم لبستني رقية. السلام عليكم. عليكم السلام سعيد. السلام عليك عمي ابو سالم.
اوه بلاك متضايق وما تبوزك. هلا بسحود يا سحود، تعال حذالي قرب يمي، خلنا نشم فيك راحة الغالية. ابو سالم شو ياك تبى تشمني واشمك؟ شو عندك؟ اشمك واشمك لا تشمني ولا اشمك. بعدين ابو سالم قايل لك ألف مرة لا تجيب طاري الوالدة على لسانك، اخ ولا الحاية اللي جايب تبني. خلاص امك كرهتني وما تبغى تشوفني. احسن زين ايش حقه تقول كذي؟ انا 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 لا انا قصدي يعني ابو سالم احسن لك من عوار القلب، شو تبابه؟ ايه يا سعود انت بعدك ما عرفت عوار القلب الا قول، شوف خاطرك. ابو سالم لسه شوي تشون لك. ابو سالم يعني انا من زمان يعني ويوم انا صغير يعني كنت اعتبرك بشرات ابوي، ولا اقول لك ما له داعي ابوي شرات اخوي العود. كم تبى؟ هاي الرمس اللي تعيبني انا خشمك والله. يعني ابو سالم يعني ما اقدر اقول لك كم ابغي لان انا علي ديون. قلنا لك كم تبى؟ يا الله يا اخي انت ملاك بين البشر في الصيد تفهمني خشمك. يعني 10,000 حلوي. 10,000 حاضر من عيوني هذه قبل هذه، حتى لو ابيع هالكافيتيريا كلها واعطيك ما عندي خلاف. أدريبك يا ابو سالم انك ريال كفو والنعم ما بتقصر وياي. لكن عندي طلب صغير، اذا سويته ال10,000 بتكون عندك في التو واللحظه. استوت سعيد، تعال بسمعك شيء، بسمعك المسج الترحيبي اللي بسجله. مرحبا بكم في خدمات ام سعيد الخطابه. للتحدث باللغه العربيه يرجى الضغط على الرقم 1، للتحدث باللغه الانجليزيه دور غيرنا، لزواج الحظ يرجى الضغط على الرقم 2، للتحدث الى ام سعيد شخصيا ما عندنا حريم يكلمون ريايين. اذا رغبت في هذه الخدمات يرجى ترك صورتك واسمك ورساله قصيره بعد سماع هذا الصوت. توت. ايش رايك امي؟ وين امك؟ داخل. بلا ما هي ابي 1 2 3 اكشن. ما يمر عليك عدو، دير بالك على عمرك. هي سعيد يمي بيسلم عليك. لحظه، سلم منو؟ عمك. عمك خايب ولي يزول. بسم الله على بيسك. سعيد مشغول شوي بعدين بكلمك. ايه دير بالك على عمرك وانت في ديرة الغربة، وان شاء الله الله يرزقك بالعروس الزينة اللي تبرد قلبك. يلا في حفظ الرحمن، مع السلامة. شي ما سلم على عمك والمفروض تصير وياه المطار، ما تخليه يصير بروحه. تعمم بهيبل انا اقول هذا عم، هذا عم على سيرة. اقول له عمي انا محتاج، علي ديون، ابغي بس 10,000 درهم. يقول لي هي انا عندي 10,000 بس ما بعطيك لاني بصير اعرس فيهم. يمي صدق بيعرس وعنده مصاريف، حتى انا لو عندي بعد ما بقصر وياك، لكن ما باليد حيله. امي يعني هو شيء بسيط بس انت تسوينه وبتحل مشكلتي. ابوي عليك شيء بسيط، تكلم قول يا حشاشة يوفي، شنو هالبسيط انا بسويه؟ زين توعدين انك ما تصفعيني؟ لا ما بصفعك. قول تراضين ابو سالم؟ لا الا الخسيس. ساومك الخسيس بالبيزات. لكن هين برويه. لحظة يا امي، بس لحظة شوي فهميني. الريال وعدني اني بيسدح لي 10,000 درهم قدامي بس انك انتي ترضين عليه. يا على 10,000 مشواه جليل الحياة وانت طايح الحب، كيف ترضى انه هو يساومك ويذلك بالبيزات؟ امي يشتريني ولا يبيعني، بس انا افتك من هالديون، افتك، ابغي ال 10,000 كلمه حلوه بس طيبه منك انتي ما تنحل سالفتي. اللي يسلمك يا سعيد، اصبر كم من يوم وان شاء الله بسدد كل ديونك من بيزات الخطبه. هي انا الحين الامور ماشيه عندي، وسليمان مو مقصر يتابع كل الامور من خلال هذا البرنت النت مالكم هذا اللي تقولون عنه.
بس واللي يسلمك يا يمه. لا تذل عمرك ولا تطيح من جيمة نفسك. لو شنو يصير علشان البيزات؟ فاهم؟ فاهم فاهم فاهم. هين يا ابو سالم، تتعرى عمرك تشتريني بيزاتك انا وعيالي؟ لكن لو ابويك لو تموت ما برضى عليك. ابو سالم مرحبتين. لا مرحبتين ولا مرحبا. اسمعني يا شيبوب وحطني على بالك، هي مو احنا اللي ننشره، انت تشتري كل شيء على كيفك، ما يخصك لا فيني ولا في عيالي، احنا عيال الشبر مو للبيع. وخر زين وخر. صبري بنتفاهم زين. اسكت اسكت. افا والله انا دومني كذي، كل ما بغيت اجحلها اعميها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما حبيبتي ما ترى والك ورقه منه ولا منه مكتوب فيه عنوان وحده تدور واحد متقاعد وراتبه فوق 30؟ الورقه لا ما لقيتها، بس انت لقيتي لها معرس؟ اكيد لقيت لها معرس، بس عاد عمره فوق 55. فوق 55 عادي، يعني مثل السياره اللي ماشي 55000 كيلو يمشي عادي. حبيبتي بس سمعت اللحن اللي سويته حق دخلت كنيز الشهداد. منو؟ كنيز وشهدات. خلاص لماذا شمرت عن ساعديها؟ مع أن هي اللي طالب اللحم. افتح يا القفص الذهبي أبوابك نحن العرسان، افتح واستقبل في أبوابك كنيز شهدات. لا 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 انا اللي بفتح راسي. شو تسوي؟ شو تسوي صارك ساعة دقدق على الكمبيوتر مالك هذا؟ لا انا عمي طارش جالس اسوي موقع مسعيدة الخطابة، يكون يعني تشتغل وتسوي كل شغلها من البيت يسهل عليها يعني. اخ يا سليمان شرختني فاضي يا مطاري ام سعيد، يا ريتني ما سألتك. لا يكون عادي زعلانة منك ولا شيء. يا ريت زعلان، الا لابستني ما تعطيني وجه موليه. افا 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 هذا وانت يعني طارش الشاعر تقول هالرمسه، لو ممكن انا اعطيته وعده من القصايد الحلوه وبترضى عليك ان شاء الله. هي وقفت يا ابوي، مرت علي اشارات الطلقه مو ما اعطتني وجه. صبر شوي صبر. ايوه انت شو سويت؟ اخذت لك صورة يعني اكون اجرب الموقع. ها؟ بتحط صورتي انا في الانترنت؟ عادي قلت لك اجرب الموقع عمي طارش، وبعدين يكون يعني يمكن يقوم وياك الحظ وتلقى البنت بنت الحلال اللي بتتزوجها. انا الشاعر طارش تحط صورتي في الانترنت؟ عمي عادي يعني كانك حاط صورتك في الجريدة عادي. زين انت من اي صوب صورتني، من اليسار ولا من اليمين؟ صورتك من اليمين. لا 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 تعال صورني من هالصفحه من اليسار كذي اطلع احلى. انت يعني؟ ايه ايه يلا. ايوه خلاص. وهني عاد هني عاد يقدر الواحد يدخل ويختار البنت اللي بيتزوجها حسب المواصفات اللي كان حاطنها من قبل. ها يعني الحين الواحد يحط كل المواصفات الحرمة اللي يباها في الكمبيوتر وبيطلع لك كل المواصفات؟ ايه والصورة بعد. ايه بس اخاف من اهل الحريم يسوون لنا مشكلة يوم يشوفوا صور بناتهم بالكمبيوتر. كمبيوتر كمبيوتر. ايه يا ام زوجتي يا ام زوجتي، يقول لك شوفي الحين الواحد اذا صار يبغى يخطب ما بيصير لازم يشوف صوره العروس ويشوفها. ايه من حقه. زين الحين المعرس مال هالايام بدال ما يخسر عمره وياخذ تاكسي ويصير لين بيت ابو العروس علشان يشوفها، ما يبغى له شيء، دقه زر تطلع لقدامه.
لا 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 لا، الصراحة يا سليمان شغلك ما عليه كلام. ها أشوف هذه مو صورة طارش، ليش حطت هني؟ ليكون يدور على عروس. أم سعيد الله يهديك، أنا حاطين اختبار بس عشان الموقع، بس الموقع بعدها ما تفعل. الحين بشيلها بشيلها. زين زين. أقول أخ والله ما أحطها، شلها يلا شلها، تشوف ما أبغي تشوف رقعة وجهها. أنا لو شو ما يستوي ما يوزع هذا. ما شاء الله. ليكون ما تتزوج علي. سليمان ايش حقه حط صوتي داخل؟ ايش حقه؟ يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، انا اسوي تيست، اسوي تيست الموقع بعده ما تفعل، اختبار يعني اختبار. اسمع في حياتي يعني هو حاط وجهي عشان التيست بس ما في شيء. اليوم بيحطك تيست باكر بتتزوج صد. لا اقول لك هات الكمبيوتر اشوف، هات اشوف، هات. لا لا ولك هات كله، ولك هات الكمبيوتر. صبري 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 ما يخصني هذا، صبري شوي شوي. لا 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 يا حشاشة قلبي تتزوج علي يا حبي لو حد. كلا